السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على بوداوي يوقع ثاني هدف له بألوان نيس في مباراة كأس فرنسا، وين بصم الدولي الجزائري هشام بوداوي اليوم الأحد عن ثاني هدف له هذا الموسم رفقة ناديه نيس الفرنسي، وين هدف يزيد. شوف لما بغات مع فريق ضعيف بصح يزيد له هذو اللي بيت هذو كلش، تزيد تعطيه قيمه كبيره. وين جاء هدف هشام بوداوي خلال مشاركته اساسي في تشكيله نادي نيس في حساب كاس فرنسا، وتمكن بوداوي من افتتاح باب تسجيل في هذه المواجهه في الدقيقه 55 عن طريق راسيه محكمه كما سجلها المره اللي فاتت. وبهذا رفع هشام بوداوي رصيده من هدف لهذا من هدف هدفين تما، واحد في الشامبيونا واحد في الاخرى هذا الموسم بالوان نادي نيس، الى هدفين في جميع المنافسات. يعني بوداوي يفاجئ الجميع، بوداوي وين اصبح يسجل، هذا هو اللعاب. حنايا ماركا في الشامبيونا، زاد ماركا اليوم، يعني يبقى بوداوي يصنع الحدث. تشوف كيفاش هذا اللي كنا نهضروا عليه، كنا نقولوا يا ودي ما تجيبوش ليكيب ناسيونال، ليكيب ناسيونال ولات باحرت له، ما ولاش قاد بروحه. قلنا يا ودي راكم تجيبوا فيه غادي تغبنوه، غادي يحرق المشوار تاعو مبكرا، ما تحرقولوش، خليه في نيس، خليه ما نحوش عليه، والله ما نحوش عليه. تامور 2022 معليش، تامور عنده 19 عام، تامور 2022 ونصيبه واجد. هذه هي احنا المهم، كي واحد جزائري يلعب، واحد جزائري يقدم، حنايا ماذا بينا نفرحوا، خاطر كل ابناء الجزائر وتنحسب على ذا الاعلام الجزائري. هذه هي وصحيتو.